تعالوا نروح للدورة. مهرجان كان الدورة 76 من مهرجان كان السينمائي الدولي. بدأت الفعاليات بالفعل امبارح، مستمر لحد يوم 27 مايو. كالعادة النجوم يلفتون الأنظار على السجادة الحمراء وفي مقدمتهم جوني داب. بالمناسبة جوني داب وبراد بيت نجومي المفضلين في هذا الجيل تحديدا، اللي هو الجيل اللي قدي كده يعني. فيلم تاريخي فرنسي بيلعب من خلاله شخصية لويس الخمستاشر. أيضا لا يغيب العرب وفي مقدمتهم منى زكي عن السجادة الحمراء في مهرجان كان. كانت صاحبة أو صاحبة واحدة من أجمل الإطلالات كيفما كتبت الصحافة. كمان الفنانة اللبنانية رزان جمال كانت صاحبة إطلالة أيضا رائعة وكما كتبت الصحافة هناك وهنا. خلونا بقى نستقبل على التليفون، وحشني قد الدنيا، كاتبنا وناقدنا الفني الكبير أستاذ طارق الشناوي. اهلا 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 يا استاذ طارق. استاذ طارق الشناوي معانا على التليفون، وحشنا قد الدنيا يا استاذ طارق. الو الو ايوه الو 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 هل تسمعني بوضوح؟ انا سامعك. اسمعك بوضوح. حول ازاي حضرتك يا استاذ طارق؟ وحشنا قد الدنيا ده اولا، وثانيا ماذا عن كان هذا العام؟ انا رايي الشخصي ان الدوره دي اللي تحت رقم 76 دوره استثنائيه، من افضل ان لم تكن افضل، لكنها من افضل الدورات. وانا بقول لك كده عن خبره 31 دوره. طيب ما شاء الله. من اول 92، واخد بالك؟ طبعا المهرجان عمره ضعف ال 32 ايوه واكثر كمان، ولكن لما اقول 32 دوره ولاحظت ان دي دوره من اقوى الدورات اللي لم تكن اقواها في المده دي كلها اللي انا حضرتها، اظن هي واحده فعلا من افضل الدورات. ولينا كعرب حقيقي الاكبر تواجد عربي، اعتقد انه حتى من سنه 46 مع اول دوره المهرجان لم يحدث كل هذا الزخم العربي. المرة دي في كل التظاهرات المسابقة الرسمية، نظرة ما، أسبوعين المخرجين، أسبوع النقاد، الفيلم القصير، أفلام الطلبة، كل دي فيها لجان التحكيم، كل هؤلاء، كل هذه التظاهرات فيها فنانين عرب مصريين ومن تونس ومن المغرب ومن السودان. رائع. لأول مرة. رائع. لأول مرة. بفيلم وداع عن جوليا محمد كرجفاني، لأول مرة السودان تتواجد على خريطة كان في عز الأزمة، لكن الفنان السوداني فنان عظيم طبعا، قدر يعمل فيلم وقدر يقتحم المسابقة. عندنا الطلبة، طالب اللي هو جاد شاهين، وكانوا استضافوه الحقيقة عندكم في التاسعة من يمكن من أسبوعين ثلاثة. ولينا كمان فيلم آخر في القصير اللي هو مراد مصطفى، ومراد مصطفى المهرجان نفسه بيعده الفيلم روائي طويل هيعمله. فالحقيقه في تواجد عربي قوي جدا ومصري ايضا وحضور، والمراه طبعا حاضره بقوه كالعاده يعني. كما جرت العاده. هل في يعني السنه دي في 7 افلام في المسابقه الرسميه من 21 فيلم اخراج نساء. كويس خالص. النسبه دي اللي هي تجاوز 30% دي لم يصل اليها المهرجان من قبل. مهرجان برلين يمكن عمل نسبه اكبر في دوراته، لكن مهرجان كان لاول مره. انا متذكر من حوالي مثلا 7 سنين كان في مظاهره حوالين قصر المهرجان، لانه ما كانش فيه ولا مخرجه في المسابقه الرسميه. فتخشوف بقى التحول 180 درجة، انك يبقى فيه 7 مخرجات. صحيح. الدورة دي. طب هل 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 المهرجان السنة دي مثقل بأعباء السياسة ولا لا؟ بص، بنسبة لا يخلو الأمر قطعا، وفي فيلم من سياسة وفي فيلم في قسم نظرة ما لسه ما اتعرضش، بس أنا شفت جزء منه. بيتكلم عن بوتين وعن ضحايا الحرب، وطبعا في ادانه مباشره له، مع انه بيبدا الفيلم الجزء اللي انا شفته بيبدا بصوره للبطل اللي بتحكي
عما حدث هي وبوتين قبل ان يعني يكشف الفيلم لنا اللي تاهوا واللي فقدوا في الحرب و لكن طبعا اقل يعني اللي حدث في كان الاخير وايضا في برلين بعده كان طبعا يعني كمساحه اكبر. لكن لا يزال طبعا لا يزال الامر قائما اللي هو ما يجري في السياسه له ظلال فنيه. يعني شفنا زيلينسكي السنه فاتت قال خطاب على الهواء في كان وتعمل له في برلين كان في فيلم كان شون بن هو اللي عامل اللقاء معاك فيلم تسجيلي وهو ايضا كان شارك في الاخراج وهكذا. صحيح صحيح. انا بشكرك جدا يا استاذ طارق. مش عايز اتقل عليك وترجع لنا بالسلامه وهتلاقينا دايما كده بنحاول نتابع معاك من وقت للتاني ماذا يحدث في مهرجان كان الدولي. كل الشكر لكاتبنا وناقدنا الفني الكبير استاذ طارق الشناوي.